تشوف بعض من سلوكيات هذه الحشرة بالنسبة للأخطر. طور اللي يشكل أكبر اللي يشكل أكبر يمتاز بالأنثى في بعض الأحيان لقيناها تعاود تدخل تراب، عندها دير أنفاق في التربة تعاود تدخل تراب اللي بعد في الليل تخرج. هي تشبه بزاف لشحمة الأرض. شوف هنا الدودي تشابه الفيرومون هذا اللي رانا نستعملوا فيه عنده خاصيه كما انتم عندهم وين حد واحد القاعده على مستوى يعني الجذور نعاودوا نلقاو هي الدوده تروح تدخل يعني تهبط وتعاود تدخل لل... هذا نردموه لمستوى سطح التربه يكون مداير بعد ما بالطبع كان بعض المناطق اللي فيهم يعني رمل. الهدف من القافله التحسيسيه هو باش نبلغوا الرساله لاكبر عدد ممكن الفلاحين ووعوهم على الخطر اللي ممكن يصيب نخيل التمر والخنفسه هذه اللي تدير اضرار ممكن حتى تلحق باش تموت النخله. دوك الخنفسه هذه راه متواجده في ثلاث ولايات، كاين في الواد سوف وفي منطقه البرمه جنوب ورقله وفي جنوب تبسه في منطقه نقرين. وان شاء الله من خلال هذه الرساله التوعويه الفلاح باش يحافظوا على المناطق الاخرين باش ما يجيبوش الجبار من البلاصه اللي يكون فيها موبوءه الى مناطق سليمه حفاظا على الثروه النخيل.